السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نقوم بالتعرف على طريقة إضافة إيميل بديل أو احتياطي للموقع التواصل الاجتماعي الروسي فيكا. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرف. في البداية، لماذا يجب أن تقوم بإضافة بريد احتياطي أو رقم احتياطي للحساب؟ لأن عندما يتم اختراق الحساب الخاص بك أو عدم القدرة على الدخول إلى الحساب الخاص بك أو نسيت كلمة سر، يمكنك أن تقوم باستعادة الحساب عن طريق هذا الإيميل البديل أو الرقم الاحتياطي البديل. إذن كيف سوف نقوم بالأمر؟ فالعملية بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي سوف أقوم بها. تقوم بالذهاب إلى الحساب الخاص بك، هذا هو الحساب الخاص بك، تذهب إلى هذا السهم ثم تختار الإعدادات من البروفايل الخاص بك على موقع فيكا. بعد ذلك سوف يعطيك هنا مجموعة من الخيارات، نحن سوف ما يهمنا وهو الخيار الخاص بالأمان بهذا الشكل Security. كما تلاحظون معي هنا يعطيك مجموعة من الخيارات، هنا نمبر الحساب فهو مفعل برقم الهاتف، كذلك الإيميل، وهنا يمكنك أن تقوم بإضافة إيميل جديد. الإيميل address for identification، الحساب من أجل الإشعارات. نقوم بالنقل على هذا الخيار الخاص باللينك، هنا سوف تقوم بإضافة الإيميل. نأتي إلى هذا الخيار، نقول يقول لك هنا Entry your email address، نقوم بإضافة الإيميل address هنا، نختار هنا Save. بعد ذلك سوف يتم الاتصال بك بواسطة رقم، كما تلاحظون الآن يتم الاتصال بي بواسطة رقم روسي. الرقم هو كالتالي، يجب أن تقوم بإدخال، يرجو إدخال آخر 6 أرقام من الرقم الذي سيتم إجراء مكالمة. 6 الأرقام 08 ثم 50 ثم 05، وبعد ذلك سوف يتم التسجيل الدخول كما تلاحظون إخواني الكرام. الآن كل ما علينا فعله هو أن نذهب إلى الإيميل، هذا هو الإيميل الخاص بنا. نذهب إلى علبة الرسائل، سوف نجد الإشعار الذي توصلنا به، نقوم بالنقر على كونفيرمي. لماذا كونفيرمي؟ يجب عليك أن تقوم بتأكيد الإيميل التي تمت إضافته إلى كما قلنا الحساب الخاص بك الاحتياطي. ننتظر قليلا حتى يتم التعرف على الإيميل. لاحظوا معي هنا إخواني الكرام، الآن قد قمنا بإضافة إيميل احتياطي للحساب كما قلنا الموقع التواصل الاجتماعي فيكا أو الموقع الروسي الخاص بالتواصل الاجتماعي بطريقة سهلة جدا. فالعملية رائعة إخواني الكرام. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذه الحلقة. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما إعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.